تؤكد الإحصائيات التي نشرتها مؤخرا وسائل الإعلام الإيرانية إلى انتعاش الزواج المؤقت بين صفوف الشباب الإيراني في السنوات الأخيرة. حسب علي مدفري رئيس مكتب الزواج والطلاق في إيران، فقد ارتفع الزواج المؤقت أو زواج المتعة في الأشهر الستة الأخيرة إلى 20%، وهذه النسبة تندرج ضمن حوالي 900,000 حالة زواج شهدتها إيران في الشهور الستة الأخيرة. وكان معاون السلطة القضائية في إيران أحمد نويسكارني قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن الزواج المؤقت حسب قانون حماية العائلة لا يتطلب التوثيق القانوني إلا إذا كانت الزوجة في وضعية حمل، وفي هذه الحالة يكون التوثيق القانوني للزواج بموافقة طرفي الزواج. وقد أشار نويسكارني إلى ارتفاع بنسبة 31% في حالات الزواج المؤقت التي تم تسجيلها رسميا في السنة الحالية بالمقارنة مع العام الماضي. ويثير الزواج المؤقت جدلا واسعا، ففيما يعتقد بعض المسلمين أنه يتنافى مع الشريعة الإسلامية، يرى أبناء الطائفة الشيعية أنه حلال من الناحية الشرعية، وإنه نادرا ما يتم مناقشته في أجواء صحية ومناسبة للنقاش وبعيدة عن التسقيط الطائفي.